الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 94 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. ما زلنا بصدد تفسير قول الله عز وجل في سورة آل عمران: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. لعلنا شرحنا الجملة الأولى من هذه الآية، وهي قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم، قلنا الفقرة الأولى أو هما جملتان، الجملة الأولى هي قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا. الجملة الثانية: ولا تفرقوا. لا تفرقوا أصلها ولا تتفرقوا، هي فعل مضارع حذفت إحدى التائين للتخفيف، يجوز ذلك. ولا تفرق، الآية تنهى عن التفرق في مجملها وتأمر بالاتحاد والتآلف والتضامن، لكنه بدأ بمقدمة وهي: واعتصموا بحبل الله. هذا ما ذكرناه في درسنا الأخير، بدأ بمقدمة قبل أن ينهى عن التفرق، وقبل أن يأمر بوحدة الكلمة، نعم، والتضامن والتآلف. قال: اعتصموا بحبل الله. المراد بحبل الله القرآن وما يتبعه من السنة، نعم. والجملة فيها تشبيه، هي استعارة، لكن الاستعارة نوع من التشبيه. يشبه الله عز وجل القرآن بالحبل الذي يستمسك به من أشرف على هلاك، نعم، يتدلى لكي لا يقع على أم رأسه، يستمسك بحبل، فالحبل ينجيه من الهلاك. يشبه الله عز وجل القرآن بهذا الحبل في هذا الجانب، يعني الإنسان في حياته التي يعيشها معرض لأسباب الشقاء، معرض لأسباب الهلاك، نعم. والذي ينجيه من هذا البلاء أو هذا الخطر شيء واحد، هو الاستمساك بتعاليم الله له، وتعاليم الله مودعة في القرآن والسنة. فالباري عز وجل شبه إذن القرآن بالحبل بهذا الجامع، جامع أن كل منهما ينقذ الإنسان من خطر الهلاك، نعم. طيب، لماذا هذه المقدمة؟ ما كان رأسا يقول نعم: يا أيها الذين آمنوا تآلفوا واتحدوا ولا تتفرقوا. قلنا في درسنا الماضي: لو أن الأمر اتجه رأسا إلى الناس بأن يتحدوا ويتضامنوا ولا يختلفوا، لن يتأتى لأحد منهم أن يستجيب، يعني لو أرادوا لا يستطيعون، لا يتأتى لأحد منهم أن يستجيب. سبب:
أن الإنسان مجبول على الخضوع لنزعاته، لنزواته، لغرائزه، لنفسه الأمارة، لعصبياته. ثم إن الناس تجاه بعضهم بعض لا يمكن أن يلتقوا على كلمة سواء فيما بينهم، ماذا ما في من يأمرهم من علو من فوق، يعني هم فيما بينهم كل واحد مثل الثاني، فأنت لا تستطيع أن تقودني برأيك، أنا لي رأي مثل رأيك، وأنا لا أستطيع أن أقودك برأيي، ولكل وجهة نظره. وكان الناس ولا يزالون مختلفين في المصالح، في الرغائب، في النزوات، في الأهواء. طيب، فإذا أمرت هؤلاء الناس بأن يتحدوا، على ما سيتحدوا؟ ما هو المحور الجذاب؟ ما في. ولذلك لن يتأتى لهم الاستجابة أبدا. ولكن عندما تنزل القرآن وعرفوا أنه كلام الله، وأيقنوا أنه لا يأمرهم إلا بما فيه صلاحهم، ولا ينهاهم إلا عما فيه فسادهم، وجد المحور. وقال اعتصموا بحبل الله. لما قال اعتصموا بحبل الله صار الأمر بالاتحاد وارد. إذا قال كمنا اجتمعوا على هذا المحور. نعم. ولذلك نحن نقول اليوم ما في شعار براق يعني تجتمع الأمة كلها على احترامه وتقديسه مثل شعار الوحدة. ولذلك تجد في المدارس في الصباح يهتفون بهذا الشعار بالمناسبات، الإعلام، الصحف، الكتب، كل الوحدة والوحدة والوحدة، مظبوط. لكن أرني الواقع، شعار مكرر باحترام عظيم دون أي اختلاف فيه، عند التطبيق لا تكد. لماذا؟ لأنه لا يوجد المحور الجذاب في محاور كثيرة. المحاور الكثيرة بتفرق ولا بتجمع؟ بتفرق لك. نعم. هذا هو الأمر الذي لا يكاد الناس ينتبهون إليه. بينتبهوا إلى ضرورة نتعيد الكلام وارد، ويعملوا مؤتمرات عن هذا، لكن أين هو المحور الجاذب؟ المسألة طبيعية منطقية عقلية. هلا إذا جيت لبرادة حديد، برادة هي بتصير مثل طحين، جيت خلطتها بتراب، بكمية من التراب تناثرت وتفرقت هذه الذرات من الحديد فيها، اجمع لي اياها لشو؟ كيف بدك تجمع؟ ما هي متفرقة، ما بتقدر. ما دام ما في شيء يجذب، لا، مستحيل. لكن جيب قطعة مغناطيس جاذب وحره هيك بيناتهم، شو بيصير؟ كله بيشتغل. هذه قانون، هذا قانون طبيعي، ونحن ما بصددنا مثله تماما. فالأفكار المتناثرة في رؤوس الناس، كل واحد حر، كل واحد بيخطر بباله شكل، مثل برادة الحديد التي توزعتها الأتربة. ما في جاذب يجتمع عليه الكل، يقدسه الكل، ما راح يتفعوا. نعم. ولذلك يقول الباري عنده واعتصموا بحبل الله، ثم بعد ذلك حال أن يقول لهم لا تفرقوا ولا تفرقوا. قلنا لا تفرقوا أصلا ولا تتفرقوا. شوف القرآن ينهى عن التفرق، ينهى عن التنازع، لكن ما في بالقرآن آية تقول لا تختلفوا. نعم. لماذا؟ لأن الاختلاف في كثير من الأحيان يكون مختلفا، كل الاختلاف
عن التفرق وعن التنازع. شو الفرق بينات؟ شو الجامعة؟ التفرق عبارة عن يعني توازع طرق متعددة للناس لا تجتمع لا في البداية ولا في النهاية. لما الناس بيكونوا يعني كل فئة لهم مذهب، لهم مبدأ، لهم فلسفة في الحياة، لهم فلسفة في الحياة، الفلسفة هي ما بتوصلهم على نتيجة واحدة، على هدف واحد، هذا اسمه تفرق، وهذا يصل إلى التنازع. لكن لما بنختلف فيما بيننا في أول الأمر لكي نصل إلى غاية واحدة، هذا اسمه اختلاف، مو اسمه تفرق. يعني مثلا كنا ماشيين في طريق مسافرين بصحراء، احتجنا لماء. أنا سأل يا ترى وين بنوجد الماء؟ سلم منا قال والله بهالطريق يمكن إذا رحنا للأخير بنلاقي ماء. ناس تانين قالوا لا لا مو هون الناح. ثالث أنا طيب اختلفنا ولا لا؟ اختلفنا. لكن هذا الاختلاف طلعنا ثلاث آراء وأربع آراء من أجل غاية واحدة ولا مو من أجل غاية واحدة؟ من أجل غاية واحدة. إذن هذا ليس تفرقا وليس تنازعا، وإنما هو اختلاف. اختلاف. وهكذا لما بيكون في مثلا مذاهب فقهية يختلفوا، تعرفوا أنه في مذاهب متعددة، شافعي وحنفي ومالكي وأحمد والإمام جعفر طيب هل هؤلاء اختلفوا لكي يصلوا إلى غاية واحدة أم لا؟ أكيد يصلوا إلى مرضات الله. الهدف أن نعلم معنى كلام الله عز وجل، الآمر الناهي، هذا هو الهدف. بدنا نعرف هالآية شو معناها الذي أراده الله، فأنا أريد أن أصل إلى ما يرضي الله في تفسيرها، وأنت تريد أن تصل إلى ما يرضي الله في تفسيرها. والثالث لكن أنا قلت مشان نصل لمرضات الله لازم نفسر الآية بكذا وكذا، أنت قلت لا، هذا تقول في سورة الأنفال وإن أرادوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. واضح فيه؟ وإن أرادوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. شيء يعني يمتن امتنانا كبيرا جدا. هون كذلك واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. لماذا؟ لأنه في الواقع ليس هنالك شيء يحمي الأسرة الإنسانية من الهلاك والتصدع والشقاق إلا نعمة التآلف. ونعمة التآلف لا تكون لا بالفلسفات ولا بالخداعات ولا بالأعمال السحرية ولا بأي وسيلة من الوسائل المختلفة. الإنسان بيقدر يمشي حاله على كيفه، لكن تعال اجمع نسار المجتمع كلهم، كل واحد له رأي شكل، كل واحد له مذهب شكل، نعم، اجمعهم على طريق واحد واجمع بين أفئدتهم كما سنذكر ألف بين قلوبهم، ما رح تقدر. وهذه مصيبة. الأفراد متوازعين مهما كان كل واحد منهم قوياً،
مهما كان كل واحد منهم عاقلا عالما فيلسوفا نعم غنيا، ما دام مو متعاونين، والتعاون منين بيجي؟ يعني التآلف به بعضهم البعض، يصبح كل واحد منهم آفة على الآخر. هيك بيصير، لأنه بيصير بيختلفوا بيتفرقوا وكل واحد بيصير ضد الثاني. هذه حقيقة من زمان الفلاسفة حكوها والعلماء أقروا بها، والفلاسفة كتير حاولوا قال إنه يعني ينهوا هذا التشرذم والشقاق، ما وصلوا إلى شيء. لكن العقيدة الإيمانية بالله، اتجاه إلى الله، معرفة الله، يهذب النفس ويؤلف بين القلوب. لذلك فعلا هذه نعمة كبيرة جدا جدا، وفعلا كما قال الله عز وجل في سورة الأنفال لما بيقول نعم وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. مظبوط، لو أنفقت ما في الأرض جميعا، عمل وزع مال مثل ما بدك واجمعهم وخليهم يحبوك وخليهم ما بتستطيع. لا، خطوة خطوتين ثلاثة بعدين برجعوا تاني قطرة بيتفرقوا. هذه حقيقة، ومن ثم فهي أجل نعمة بعد الإسلام. والإسلام من أهم فوائده في الدنيا. نعم. طيب تعالوا نشرح بقى الكلام. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. نعمة عاشها العرب. طبعا هم الكلام هاد خطاب في المرحلة الأولى للذين كانوا متفرقين في الجاهلية وتآخوا وتآلفوا في الإسلام، لكن الكلام لنا جميعا. الباري عز وجل يأمرنا أن نسعى سعيهم لكي نصل إلى ما وصلوا إليه. نعم. فيقول الباري طيب هالنعمة مرت بكم، ما تنسوها، ما تنسوا أنتم كيف كنتوا، كنتوا فعلا العرب في الجاهلية مضرب المثل بالشقاق والحروب، كانوا يعني كل واحد يعني بيقيم الدنيا بعدها مشان يعني هجاء بيت واحد هجي به زيد من الناس، وهو بس قبيلته كلها بتنصر له وبتعادي القبيلة الثانية اللي طلعت فيها القصيدة، ونهار الثاني بتلاقي القبيلتين اشتعلت الحرب طاحنة بيناتهم، وهات بقى لتنطفأ الحرب، وهكذا. فكانوا مضرب المثل بالحروب الطاحنة التي تهلك. نعم، زهير ابن أبي سلمى له معلقة بيحكي فيها، بيحكي هالشيء، بيقول وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم. لك يا جماعة مو قادرين يعملوا شيء. ليش؟ لأنه النفس والخلافات والشقاق وما إلى ذلك. بعدين كل واحد يعني يتباهى على الآخر بمكانته وزعامته وإلى آخره. فالباري عم يقول طيب هلا ذكروا كيف كنتوا، هلا شلون، مشان حتى تشكروا الله، ما تنسوا نعمة رب العالمين. واذكروا إذ نعمة الله عليكم، أي نعمة؟ إذ كنتم أعداء متخاصمين، متعادين مو بس متخاصمين، أعداء، فألف بين قلوبكم. هذا كلمة ألف كتير مشهورة ومعروفة، بس ما تأملنا بمعناها الدقيق شو هو ألف بين. أنا شو بقول، والله أنا ألفت بين صفحات الكتاب، وضعك هلا ألفت بين هالبسط، هي ألفت بين هالبسط، يعني ألفت بين الأساس. يعني شو ألفت؟ يعني نسقت بيناتهم. يعني كان كل شيء بوادي، نعم، ما كان في تنسيق تناسق بيناتهم، فأنا نسقتهم مع بعضهم البعض. هالتنسيق شو بتسميه؟ تآلف. صفحات كانت متفرقة، صفحة واحدة، صفحة 100، صفحة 50، صفحة 60، يعني مخلوطة بعضهم البعض. شو أنا
ألفت بينها الصفحات، يعني نسقت بينها فأصبحت متسلسلة، واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة. فتنسيقك الشيء مع شيء آخر، تنسيقك لأشياء بعضها مع بعض، هذا يسمى تأليف، والأمر يسمى تآلف. فلما الباري عز وجل بيقول فألف بين قلوبكم، يعني نسق بين قلوبكم، توجهت هذه القلوب بعضها إلى بعض الحب بعد أن كانت متنافرة، بعد أن كانت متنافرة متخاصمة متعادية متدابرة. نعم، ما في بيناتهم انسجام، ما في بيناتهم تنسيق. فكل أمور نسقت بينها فأصبحت منسجمة، واضح كيف؟ معناتها هي تآلفت. لما بتكون في أنغام شاذة عن بعض البعض، شاردة عن بعض البعض، نعم، هذه شو بيسموها هدول الفنانين؟ بيسموها نشاز، نشاز. طيب لما هذه الآلات كلها تتلقى على أنغام واحدة متناسقة، تكون هذا تألفت تناسقت، فالكلام واضح صار. هذا معنى قوله تعالى فألف بين قلوبكم، صرتم متناغمين منسجمين نعم متناسقين، فأصبحتم لما ألف بين قلوبكم أصبحتم بنعمته، مو بفلسفتكم، مو بوسائل شيخ القبيلة وامراء القبيلة وأفكار، لا لا لا، أصبحتم بنعمته، ونعمة الله هي الإسلام الذي أقبلوا إليه، أصبحتم بهذه النعمة إخوانا. لأن من الأصل إخوان، ومنذ أن خلق الله عز وجل هذه الأسرة بخلق سيدنا آدم، وتكاثر نسل من سيدنا آدم وحواء إخوان، وأعلن الباري عز وجل أنهم إخوان، لا سيما المؤمنين مؤمنون منهم، قال إنما المؤمنون إخوة. لكن عندما تشيع الفرقة وأسبابها، وما في معرفة، محجوبين عن معرفة الله عز وجل، هالإخوة بتنطوي بتزول، بتزول، هي موجودة لكن فاعليتها راحت. نعم، لما ترجع الهداية إلى القلوب ويعرف الجميع أن لهم مولا وخالقا، وأنهم جميعا عبيده، وأنهم جميعا سيقفون بين يديه، وأن تعاليم الباري عز وجل هي التي تسعد، فكلا بيجتمعوا على هذا الذي على أوامر الله عز وجل، وإذا بهم أصبحوا إخوة. يعني رجعت الأخوة السابقة اللي كانت موجودة ومطوية، رجعت إلى الظهور، فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار. لما كنتم في الجاهلية كنتم على شفا حفرة، هل كلمة شفا وكلمة شفير وكلمة شفا كله بمعنى واحد، ثلاث كلمات. كان هؤلاء الناس على شفير حفرة، على شفا الحفرة، على شفة الحفرة، كله بمعنى واحد، أي على طرفها، على حافتها. واحد عم يمشي بالطريق، شوي شوي ماشي طويل، صار يمشي على حافة وادي، بصير بتنادي لك لك لك، إذا يعني راح التوازن بتاعه منك. فهذا الإنسان اللي ماشي على الحافة، شو بتقول؟ هو يمشي على شفا الحفرة، أو بتولى على شفير الحفرة، أو على شفة الحفرة، الشفة كمان طرف، واضح كيف؟ إيه نعم. فالباري استعمل البيان الإلهي كلمة شفة بمعنى الشفير. وكنتم على شفا حفرة من النار، حفرة مليئة بالنار، كدتم أن تقعوا فيها لولا أن الله نعم أدرككم، تدارككم،
بالهداية فجذبتكم الهداية عن شفا أو عن شفير الحفرة وأنقذكم منها. هذا الكلام ينطبق أولا على هؤلاء الذين كانوا في عصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم إنه ينطبق على كل من كان على شاكلته. كل الجماعات الذين كانوا فيما مضى تائهين ثم إن الله نقلهم من التيه إلى الهداية ينطبق عليهم هذا الكلام، ينطبق عليهم هذا الكلام، والناس يعرفون أنفسهم. نعم، لو أن رجعنا إلى أنفسنا لوجدنا أو كل عام ينطبق علينا هذا الكلام. شيء واحد أنقذنا من الهلاك الدنيوي والأخروي هو هذا الجاذب الذي جذبنا إليه، وهو معرفة الله. ومن ثم معرفة الذات، من عرف الله عرف ذاته. عرفنا الله إلها فعرفنا أنفسنا عبيدا له. والإنسان عندما يعلم عبوديته لله سبحانه وتعالى يعلم أن إلهه يحبه وأنه لا يدله إلا على ما فيه خيره وفلاحه، فإن أمر فبخير يأمره وإن نهى فعن شر ينهى، يعلم ذلك. لذلك إذا كان في بذهنه من قبل فلسفات أفكار آراء بكبة كلياتها وبيصير بقى بيتوجه نحو هذا، فإذا رأى إلى جانبه من يتجه نفس الاتجاه بيستأنس فيه، بيصيروا بيكملوا بعضهم البعض. لك بيكملوا بعضهم البعض عندما أجد أنني وقد عرفت الله والتزمت أمره وأحببته وعرفت وثقت بأنه لا يدلني إلا على صلاحي، وشفت واحد مثل حكايتي تمام بيستأنس فيه وبيستأنس فيه وبنتعاون مع بعضنا البعض الخير. ومن هنا تنقدح مشاعر الأخوة، إجت الأخوة. نعم، شيء واضح جدا جدا، المجتمع بيقولوا الإنسان مدني بطبعه، كلام صحيح، الإنسان مدني بطبعه، يعني مو مخلوق بحيث أن يعيش بمغارة. الإنسان بحاجة للإنسان، لما إنسان مثله شو يعني بحاجة للإنسان مثله؟ يعني الإنسان له حاجات كثيرة، هذه الحاجات الكثيرة لا يستطيع أن ينجزها وحده، مستحيل، شيء بيقدر وشيء ما بيقدر، فبده مين من بني جنسه يشوفه يتعاون هو وياهن. طيب مو هيك؟ ولله عز وجل حكمة باهرة في هذا، حكمة باهرة، الحاجات كثيرة لكن الله وزعها بين عباده، فهذا يتقن حاجة تنتين ثلاثة، هذا يتقن حاجتين ثلاثة آخر، هذا يتقن غيره، وكل واحد ربي وجهه لوجهه مشان هالناس يحتاجوا لبعضهم البعض، تعاوني عاونك، نعم تحقق رغبتي حقق لك رغبتك، ومن ثم يتم التعاون. عظيم، هالتعاون ما بيصير إلا إذا كان في ثقة بيناتنا، أعرف أنك أنت بتحبني فأنت مخلص إلي في معاونتك لي في تقديم حاجتي، وأنا أيضا لن تثق بي إلا إذا كانت في هنالك يعني ما يدل على الصدق. طيب هالثقة منين بدها تجي؟ من الأخوة، والأخوة منين بدها تجي؟ من الدين، من الإيمان الحقيقي الحقيقي بالله سبحانه وتعالى، مش شكلي تقليدي. هذا في كتير مرات يصير الإيمان خداع، خداع خداعات والعياذ وإلى شيء كتير هي. فهذا أمر واضح جدا، أنا قلت مرارا في ملاحظي، نشوف ملحد له معمل يديره
احتاج الى من يجلس على الصندوق عنده صندوق المحاسبه، هذه وظيفه حساسه، هو ملحد لكن يبحث ويبحث ويبحث بين الناس عن انسان مؤمن ملتزم ما بيسيق الا فيه. لكن انت ملحد بعيد، ليش؟ يعلم ان انه لن يصلح لن يخلص للاخرين، بيعرف حاله. انسان ملحد بده يجر النار لقرصه، بيحكي وبيضحك وبيبتسم وبيشن، لكن بيستجر هاد وهاد وهاد مشان مصلحته هو. ليش لحتى يعني يتعب حاله مشان خيره؟ فلسفته هيك، الالحاد هي فلسفته. فلما بده يجيب واحد مثل حكايته بيعرف انه بده ياكله، ولذلك ياتي بمن هو مؤمن بالله، لانه يعلم ان هذا يخاف الله، يعلم انه لا يخون ولا يغدر. اذا عرفنا ان شبكة الايمان كلما اتسعت، ايمان حقيقي مع الالتزام تتحقق الاخوة، اي يتحقق قانون التعاون الحقيقي، التعاون الذي يسعدك بي ويسعدني بك ويجعلنا نعم كتلة واحدة فيما يتعلق بالتعاون. وهذا معنى كلام الله عز وجل، نعم، المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، المسلمون في تآلفهم وتوادهم وتحابهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى منه سائر الجسد. هذا معنى كلامنا، يعني الأعضاء لما بتكون متفرقة ما في بيناتنا صلة، لكن لما بتكون منسجمة متآلفة ألم عضو يجعل الجسم كله يهب لإنجاد هذا العضو. والمجتمع الإنساني عندما تتحقق فيه شبكة الإيمان بالله سبحانه وتعالى هكذا يكون شأنه، نعم. فلذلك أعظم بها من نعمة هذه النعمة التي متعنا الله عز وجل بها. طبعا متعنا بها كانت بالأول دائرة هذه النعمة كبيرة جدا، بعدين ضاقت، بعدين تفرقت، بعدين تفرقت، بعدين صار الأمر آل إلى ما ترون، آل الأمر إلى ما ترون. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأمور، لكن المهم أن نعلم، المعرفة مهمة، ما يعني في خضم هذه الأحداث ما ننسى الكلام الذي يقوله لنا الله عز وجل. شوفوا واحد جاحد كافر في أوروبا، مصلحته شخصية هي الأساس، بيضحي بكل شيء في سبيل مصلحته، وإذا اقتضت مصلحته يصير ملك، يصير ملك، ونحن بنخدع فيهم ما شاء الله. وكان والله يا أخي الغربيين تلاقي أخلاقهم حلوة ظريفة، لكنين بيعاملوك بالأخلاق الظريفة مو في سبيلك، ولكن في سبيل يمشوا مصلحتهم، لكن في سبيل مصلحتهم. لكن إذا اقتضت المصلحة العكس بدمرك وما ببالي فيك. نعم، بيجعل من الأطفال الصغار الذين يولدون في المشافي قطع غيار، بيسرقوها وبيبيعوها لأنها قطع غيار موجودة هي كثير، واضح كيف؟ لكن إذا الواحد منهم دخل الإسلام قلبه تلاقي خلق خلقا آخر، صار بقى بدال ما يخدم حاله صار يخدمك. أنا كنت في سفرة في باريس، كنت دخلت المطار من أجل أن أعود، فأنا أنتظر في إخوة هيك ركضوا لإجراء المعاملة، وإذا بواحد أجنبي فرنسي موظف المطار ترك مكتبه وأخذ الجواز وراح يمين وشمال، وكان في شوية مشكلة يعني، ترك مكتبه وترك شغله وترك هنا وعاد، ثم لم يكتفي بهذا أخذ يبحث عن يعني الأسباب التي تريحني، لأن الوقت لازال ممتد يعني. فأنا أحببت أن أعرف، أنت لك لا بعرفه ولا بيعرفني، في مثل متى ما حدا سأل عني،
طيب شو القصة؟ تبين أن هذا فرنسي مسلم ويكتم يكتم إسلامه. طيب هلا هذا الفرنسي المسلم يكتم إيمانه، مستعد يضحي بوقته بكذا مشان أخوه، لأنه يعلم أنه صحيح خسر 10 لكن ربح بمقابله 90. هذه حقيقة. نعم. لكن تعال سني قبل ما يدخل الإسلام شلون كان وأنا أرى. فحقيقة إذا ربي عز وجل امتن علينا بهذه النعمة هي فعلا نعمة كبيرة كبيرة جدا، لكننا أكاد أقول فقدناها. لو أن هذه النعمة كانت موجودة وكانت شبكة الإيمان هي المهيمنة وكانت القلوب متناغمة مثل ما شبهت لكم الأوركسترا، إذا بتكون أوركسترا سليمة لما بتكون متناغمة الأوزان، كل آلة 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 منها نعم متناغمة مع غيرها، القلوب هكذا لما بتكون قد دخلها حب الله والإيمان بالله سبحانه وتعالى. نحن ما عنا هالفتنة هالمصيبة سبب هذا الشيء، وإذا غاب الإيمان بالله القلب تحول الإنسان إلى وحش ضار. والله لو في كلمة تانية غير الوحش لاستعملتها، لأني أنا بشعر أني عم بظلم الوحوش والله بهالكلام لما بشبه الإنسان الذي يرتكب الجرائم العجيبة والغريبة في حق أخيه الإنسان بدون موجه بدون سبب. أنا مشبه ما بشبه بالوحش، كلمة وحش هي في بذهننا معنى خطير، لكن والله الوحش منضبط بنظم يا ريت الإنسان ينضبط فيها. الحيوان المفترس أيا كان يقوده إلى الافتراس جوعه، ربي عز وجل حكيم نعم بيدفعه الى البحث مثل حكايتهم. نحن نضل نفس الشيء، شبع تجد انه تمدد كما تتمدد الهر، اي نعم بيمشوا حواليها وكذا ما بيتحرك، تحرك الجوع لديه استيقظت هذه. نحن هيك بيكون شبعان بيكون ما في شيء وبده بقى يسرق وبده ينهب وبده 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 الى اخره. ما الذي يقلم أظافر البغي؟ الإيمان بالله، عبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى. طيب ثم يقول ولتكن منكم أمة يدعو إلى الخير، هذا بداية كلام جديد، هو يعني الحديث هو لكن فروع الكلام متعددة، نفسر ذلك إن شاء الله في درس القادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أسعدنا باتباع كتابك المنزل على نبيك المرسل محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أسعدنا بحبك، اللهم أسعدنا بمخافتك ومهابتك يا رب العالمين. طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك يا رب العالمين. أدم علينا عين عنايتك يا الله يا ذا الجلال والإكرام، اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. عجل اللهم بالفرج بعد هذه الشدة، عجل اللهم باليسر بعد هذا العسر. نسألك باسمك الرحمن الرحيم أن تستجيب دعاءنا وأن تحقق رجاءنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نستغفرك اللهم ونتوب إليك، وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين. الفاتحة.